السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في حلقة جديدة من حلقات منهج الفيزياء للصف الثاني عشر علمي. تعرفنا في حلقتنا السابقة على قانوني فاراداي ولينز، واليوم سنتعرف على المحركات الكهربائية والمولدات الكهربائية، ولكن تابعونا بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. كما ذكرنا قبل الفاصل، سنتعرف اليوم على المولدات الكهربائية والمحركات الكهربائية، ولكن لنتذكر، تنتج القوة الكهربائية الحثية عن التغير في معدل التدفق المغناطيسي، والتغير في التدفق المغناطيسي يتغير بتغير كل من مقدار شدة المجال المغناطيسي B ومساحة السطح الذي يخترقه المجال المغناطيسي، أي أن فاي تساوي B العمودية على المساحة مضروبة في المساحة. أما فاي فممكن أن نقول أنها تساوي BA كوزين الثيتا كما ذكرناها في الحلقة السابقة. تقوم فكرة عمل مولدات الطاقة الكهربائية على قانوني فاراداي ولينز، والتي تعتبر من أهم التطبيقات العملية لهذين القانونين، أي أن كل ما سندرسه اليوم هو تطبيقات لما تعرفنا عليه في حلقاتنا السابقة اللي هو قانوني لينز وفاراداي. نبدأ بالمولد الكهربائي. المولد الكهربائي كما هو واضح في الصورة، لاحظ عزيزي الطالب ما هو إلا مغناطيس وملف. لكن ما هو المولد الكهربائي؟ المولد الكهربائي يحول جزءا من الطاقة الميكانيكية المبذولة لتحريك الملف في المجال المغناطيسي إلى طاقة كهربائية، أي أنه يولد طاقة كهربائية، لذلك سمي بالمولد الكهربائي. نتعرف أكثر على هذا المولد. ما هي مكونات هذا المولد؟ كما تشير الصورة أو توضح عندي الصورة، عندي مغناطيس قطب شمالي وقطب جنوبي، بحيث أن يولد هذا المغناطيس بين طرفيه عندي مجال منتظم. المجال المغناطيسي لابد أن يكون منتظم. عندي أيضا ملف مكون من عدة لفات، عندي حلقتين منفصلتين ومعزولتين. لاحظ عزيزي الطالب أن الحلقتين معزولتين عن بعض ومنفصلتين. عندي فرشاتين من الكربون متصلين في سلك دائرة بحيث تكون دائرة مغلقة، والدائرة هذه تسمى دائرة الحمل. إذن مرة ثانية، مكونات المولد الكهربائي، عندي قطبي مغناطيس ليولدا بينهما مجال مغناطيسي منتظم، عندي ملف مكون من عدة لفات متصل بحلقتين معزولتين بحيث يكون طرف الملف في حلقة والطرف الثاني من الملف في الحلقة الثانية، عندي فرشاتين من الكربون والفرشاتين هذيل متصلتان مع دائرة مغلقة تسمى دائرة الحمل. في الدائرة هذه سيظهر عندي التيار الكهربائي المتولد من حركة الملف. نتعرف أكثر على المولد الكهربائي. لاحظ معي عزيزي الطالب في الصورة رقم واحد، الصورة رقم واحد يكون الملف موازي للمجال المغناطيسي. يبدأ الملف بالتحرك بحيث يتغير التدفق المغناطيسي أثناء حركة هذا الملف. حركة الملف وتغير التدفق المغناطيسي تولد قوة كهربائية داخل الملف. الشكل رقم اثنين، متجه المساحة يصنع زاوية صفر مع عندي خطوط المجال. أما رقم ثلاثة فهو أكمل نصف دورة، أي عاد مرة ثانية إلى عندي الموازي. ولاحظ عزيزي الطالب بأن عندي قطبي الملف عندي انعكس اتجاههم. نتكلم أكثر عن المولد الكهربائي. لاحظ عزيزي الطالب الكلام اللي إحنا من قليل ذكرناه مع حركة الملف. عندما يتحرك الملف فإنه يتحرك بالطريقة هذه. ولاحظ عزيزي الطالب بأن الحلقتين عندي يدوران ملامستين للفرشاتين من الكربون اللي متصلة في دائرة الحمل. في الرسمة اللي موجودة عندي خطوط المجال موازية للملف، عندما يدور الملف المكون من عدد من اللفات N في المجال المغناطيسي B، فإن عدد خطوط المجال التي تخترق الملف تتغير، وهذا يحدث تغيرا في معدل التدفق. التغير عندي الزاوية